تحياتي ليك يا كابتن ميدو، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان في الليله، ليله مباراه الاهلي والترجي. هذه المباراه الهامه جدا اللي بتنتظرها جماهير النادي الاهلي بشكل كبير، في ظل انها بدايه ومشوار جديد في البطوله الافريقيه التي يستعد من خلالها الاهلي للانطلاق خلال الفتره القادمه والعوده لمنصات التتويج على مستوى القاره الافريقيه. لكن قبل ما اتكلم عن تفاصيل معسكر فريق النادي الاهلي وتدريب فريق النادي الاهلي والاستعدادات وابرز تصريحات الكابتن حسام البدري، يسعدني في هذه اللحظات ان يكون معي العميد علاء صلاح مدير امن النادي الاهلي بالجزيره، واللي حضر الاجتماع الفني والامني اللي كان من خلاله الترتيبات الامنيه الخاصه بمباراه الترجي والاهلي اللي هتبدا بكره ان شاء الله في السماء من الساعه 9. سياده العميد، برحب بك على شاشه قناه النادي الاهلي، والتصريحات الرسميه او ابرز ما قيل وما دار في هذا الاجتماع اللي كان بحضور طاقم التحكيم السنغالي ومراقب المباراه وايضا مسؤولي الاهلي ومسؤولي الترجي التونسي. بسم الله الرحمن الرحيم. هو كان الاجتماع عبارة عن تأكيد على النواحي اللي هتتم في تنظيم المباراة من أول لآخره. اتفقوا على الوان الفانيلات والاجوان هتلبس ايه واللعيبه هتتمرن، وبالنسبه للتمرينات النهارده النادي الاهلي الساعه 6:30 قبليه كان في مؤتمر صحفي للكابتن حسام البدري الساعه 6، وبعد كده الساعه 8:30 في مؤتمر صحفي للمدير الفني لنادي الترجي، وبعد كده التمرين الساعه 9، وبعد كده اتفقوا اتبلغوا باللي هيتم بكره وسالوا على النواحي الامنيه وكيفيه التنظيم والكثافه الامنيه عامله ازاي والخطه الامنيه من اول في اسكندريه في مديريه امن اسكندريه وفي نطاق دايره الاستاد وبره الاستاد وجوه الاستاد، سالوا في كل النواحي ديت وكل حاجه اتبلغوا بيها كما هي منسقه في الاجتماع الامني اللي كان في مديريه امن اسكندريه يوم الثلاث بالليل. فكل دوت خدوا معلوميه بيه ويعني ما كانش في اي اعتراضات في اي حاجه، وكان بس في الكوره على موضوع الكوره اللي هتتلعب بيها المباراه، وتم احضار الكوره وعينوها وخلاص يعني كل حاجه تمام ان شاء الله. يعني هذه الكرات، لان لاحظت ان حتى الاجتماع يعني توقف حوالي 5 دقائق لحين احضار احدى الكرات اللي هيلعب بها الفريقين هذه المباراه، هي الكرات المتعلقه للاتحاد الافريقي اللي بيرسلها للانديه المشاركه في البطوله اعتقد. هو الكرات موجوده بس كانت اختلفوا ان هي ولا مش هي، اللي كان طالع على الشاشه الالوان اللي طالعه على السكرينه مش واضحه قوي، فلما جابوا الكوره وعينوها اعتمدوها اللي هي اللي هتلعب بيها يعني. تم الاتفاق ان الفريقين الاهلي يرتدي التيشيرت الاحمر والشورت الابيض، والترجي الاهلي تيشيرت احمر شورت ابيض شراب احمر، وبالنسبه للجون الفسفوري، وبالنسبه للفريق الترجي تيشيرت كحلي وبنطلون وشورت كحلي وشراب كحلي. الحارس المرمى كان التيشيرت اسود والشراب اسود والبنطلون والشراب ابيض، وحصل خلاف ان الحكام قعدوا اعترضوا حوالي 10 دقائق ان في ما بين الاثنين تشابه، وحتى كانوا معترضين ان اللون قريب الاسود والكحلي قريبين قوي وقعدوا يعترضوا وقعدوا يتكلموا في قوانين الكاف وبتاع وكده، في الاخر خالص اقروها يعني. هل تم الاتفاق بالنسبه للفريقين هيحضروا قبل المباراه بساعه ونص، الجمهور هل في محاذير متعلقه بالجمهور، في اشتراطات متعلقه بالجمهور برضه عشان جمهورنا يبقى عارف قبل ما يتوجه غدا لاستاد برج العرب؟ هم اكدوا جامد جدا، بقول لحضرتك هم اصروا ان مندوب وزاره الداخليه يحضر الاجتماع ويسالوا على جميع النواحي التنظيميه الداخليه عاملاها من تامين الفرق ومن تامين الحكام وتامين الجمهور والناس هتخش ازاي وهتخرج ازاي وهيتفتشوا ازاي واللجان اللي معموله لهم من اول الكماين للناس لفرز الناس وتعقيمهم بدءا منين، يعني سالوا في جميع الاشتراطات بطريقه ما تتخيلهاش. حتى سالوا يعني دلوقتي لو لقوا ليزر جوه الملعب ايه الاجراء اللي الناس هتاخده عشان تمنع الليزر، هل مسموح لهم نطلع فوق ولا لا؟ فاحنا طبعا فهمناهم ان الجمهور بتاعنا اهم حاجه عنده مصلحه النادي، فمش ناوي يعرض النادي الاهلي لاي مشاكل او اي حاجه. فاحنا مفهمينهم ان الحمد لله جمهور الاهلي متفاهم جدا للوضع اللي النادي فيه، وان شاء الله الجمهور هيقف مع فريقه، ولو وان شاء الله مش هيبقى فيه اي محاذير هتتم. وسالوا هل في عنصر نسائي بيفتش ولا لا، فهمناهم ان في كل منفذ في عناصر نسائيه وفي كل حاجه، اهتموا اهتمام شديد جدا بالنواحي التنظيميه اثناء المباراه.
بشكرك جدا سياده العميد وموفقين خلال الفتره القادمه وتنظيم مباراه باذن الله طليق باسم النادي الاهلي ومباراه كبيره الاهلي وترجي تونس. شكرا وبالتوفيق ان شاء الله وربنا يكرم كده ونكسب بكره ان شاء الله. شكرا جزيلا.